الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة دخول رمضان، بإذن الله يكون شهر كريم، ربنا سبحانه وتعالى يجعله شهر فرج على كل العالم وعلى كل المسلمين والعرب وكل الدنيا بإذن الله. أحب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي ياسر محمد فرج، شهرتي ياسر فرج. كنت لعيب دولي، بكالوريوس تربية رياضية، ماجستير إدارة رياضية، دكتوراه في التربية الرياضية جامعة السادات. تقلدت مناصب رياضية كتير جدا، ما بين مدرب وما بين مدير إداري وما بين مدير نشاط رياضي وما بين نائب مدير تنفيذي لبعض الأندية وعضو مجلس إدارة في بعض الأندية. وشرفت بتواجدي مع المجلس المحترم بقيادة الأستاذة أو كابتن رضا فرجالي، مجلس إدارة اتحاد البيس بول والسيفتي بول، وعلى رأسه كابتن رضا فرجالي. يعني وأحب أضيف نبذة بسيطة، كابتن رضا فرجالي رياضية من الطراز الأول وبطلة كبيرة جدا وصاحبة أرقام مصرية وعربية وأفريقية، وحصل على ميداليات على المستوى الدولي في ألعاب القوى رمي القرص. فده شرف ليا إن أنا أبقى متواجد معاها ومع الكوكبة أستاذ خالد والمجموعة كلها اللي موجودة، أستاذ خالد الصياد. بصراحة كابتن رضا بذلت مجهود قوي جدا ومجهود كبير جدا في إنشاء هذه الرياضة في مصر، ومجهود اللي بذلته من البداية خالص كان بدايته 2014-2015، وكان ليا الشرف بتواجدي معها. بس أكثر حد عمل مجهود في هذه الرياضة كان كابتن رضا فرجالي. بصراحة عملت مجهود غير عادي، لفت كل المدن على مستوى مصر، سافرت بره، عملت انتشار للعبة بشكل رهيب، كونت منتخب لمصر على أعلى مستوى فني وعلى أفضل انتقاء للاعبين مميزين، عملت فرق بنات وعملت فرق رجال وشباب، وسعت القاعدة ونشرت اللعبة على جميع محافظات مصر. بصراحة عملت مجهود رائع وبشكل علمي وبشكل مرتب وبشكل متوازن، أقامت بطولات وأقمنا بطولات على مستوى احتكاك دولي، احتكينا مع بعض الفرق الدولية، احتكينا مع بعض الفرق العربية، عملنا دورات تدريبية سواء على مستوى التحكيم سواء على مستوى الإدارة سواء على مستوى التدريب لنشر اللعبة بشكل بأسس علمية سليمة، لتوجيه المدربين المصريين، وعمل نواة لمدرب مصري على أعلى مستوى وعلى أعلى قدرة من العلم. وكان في بعض المحاضرين الدوليين وبعض الدول المشاركة معنا في إعداد هذا الاتحاد وإعداد هذه الدورات. أقمنا أول جمعية عمومية لهذا الاتحاد، سعينا في كل الاتجاهات بتوجيهات كابتن رضا، ولا نغفل الجندي المجهول، الرجل الذي أكن له كل احترام وكل تقدير، سيادة اللواء إبراهيم. هذا الرجل بصراحة شعلة 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 في النشاط، وخبرة كبيرة جدا 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 في الإدارة، استفدنا منه على المستوى الشخصي، استفدنا منه على المستوى العلمي، رغم المجهود ومشغولياته الكبيرة جدا، ولكنه دؤوب ويحب العمل، ودائما ورانا كلنا، ودائما ونشكره طبعا، ونشكره شكر يعني كبير جدا، لأن هو بيسعى سعي غير عادي في تواجد هذا الاتحاد والاتحاد الدولي أو الاتحاد العربي أو الاتحاد في مصر. وده شعور، يعني احنا بنعتبر مصر بالنسبة له هي بلده التانية. فطبعا الراجل ده مهما نتكلم عنه فهو له قدر كبير جدا عندنا وعندي انا شخصيا، وكل سنة هو حضرته طيب وربنا يديله الصحة والعافية. اما بالنسبة للاعبين فاحنا انتقينا لاعبين، وده بتوجيهات كابتن رضا وكابتن خالد الصياد على مستوى عالي جدا، من اللياقة البدنية والاداء، ومدربين على مستوى عالي جدا علموا الشباب المهارات الاساسيه لهذه اللعبه. بدانا نجيب المضارب، بدانا نجيب اللبس الخاص بيها،
أجرنا الأماكن اللي يقام فيها التدريبات للاعبين، بنهتم جدا جدا بالأداء الرياضي بتاعهم، بالتكنيك بتاعهم، بمستواهم الفني والبدني. وبرضو عشان نقول حاجة، إن بعض اللاعبين أساسا كانوا بيلعبوا بعض الرياضات أخرى، فدي كانت مسهلة الموضوع شوية، إن هم عندهم التوافق العضلي العصبي بيبقى عالي شوية، بيبقى عالي ويقدر يتكيف ويقدر يستوعب المهارات بتاعت البيس بول والسيفتي بول. دخلنا معانا كليات التربية الرياضية، معانا بعض الدكاترة، معانا بعض المعيدين، سواء لاعبين أو إداريين أو مدربين. ففي مجهود بوزل عالي جدا جدا في انتشار هذه اللعبة. قمنا بعض البطولات في اسكندرية، في الإسماعيلية، منها بطولات دولية ومنها بطولات تنشيطية، وعملنا دوري بسيط. كل اللي بنشده مساعدة الاتحاد، ونشكر اللجنة الأولمبية برضو، إن اللجنة الأولمبية بصراحة دعمت جامد جدا الاتحاد. احنا بس بنتمنى ان الوزير يدعمنا، بنتمنى دفع من وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي الزميل العزيز، ان بإذن الله يدعمنا. بتمنى ان دكتور أشرف صبحي يساعدنا او نسرع في إشهار اتحاد البيس بول والسيفتي بول، وبإذن الله يعني هنعمل لمصر حاجات كويسة قوي على المستوى المحلي وعلى المستوى العربي وعلى المستوى الافريقي، وخصوصا ان احنا الحمد لله رب العالمين عندنا الكفاءات سواء على المستوى الاداري او التدريبي او الفني، ان هم يعني نقدر نحصل على ميداليات ونرفع علم مصر باذن الله. واشكركم جدا، وكل سنه وحضراتكم طيبين، وتحياتي لكل اعضاء مجلس اداره الاتحاد على راسهم كابتن رضا فرغلي والجندي المجهول سيادة اللواء إبراهيم، اللي يكون له كل الاحترام والتقدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.